أحمدك ربي وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى القسم الثاني الذي عالجته سورة البقرة، وهو قسم الكافرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه السورة عن ثلاثة أصناف: صنف آمن وقد عالجه في ثلاث آيات، وصنف كفر وعالج أمره في آيتين، وبقي صنف ثالث هو تكملة التقسيم الطبيعي لمواجهة أي دعوة حق. فدعوة الحق دائما لا تنزل من السماء إلا عند شراسة الباطل، وجاء الإسلام والباطل في منتهى شراسته، لأن الباطل حين يشدو في الشراسة قد يعتمد على بعض البيئة ليعدل ميزان هذه الشراسة، بمعنى أن يوجد قوم مبطلون ويوجد في نفس الوقت قوم يعدلون هؤلاء المبطلين إلى منهج الحق، وتلك مرتبة ثانية في علاج آفات المجتمعات، لأن المجتمعات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مجتمع يعصى الفرد فيه بنفسه الأمارة بالسوء، ثم تستيقظ نفسه المطمئنة أو نفسه اللوامة لتلوم عليه تصرفه مع نفسه الأمارة بالسوء. وحينئذ يوجد في الإنسان لونان: لون أمار ولون لوام. وذلك المجتمع مجتمع فيه خميرة الاطمئنان إلى استبقاء الخير في ذات الناس، ولكن قد يوجد في الناس نفوس غير لوامة، فيأتي القوم الآخرون من أصحاب النفوس اللوامة ليلوموا غيرهم على تصرفه. إذن فالقسم الأول اللوم من النفس للنفس، تستيقظ النفس اللوامة على النفس الأمارة فتعدل مزاجها، النفس في النفس بدون تدخل من المجتمع الخارجي. ولكن المجتمع الثاني مجتمع تأتي فيه نفوس أمارة بالسوء دائما لا لوامة فيها، فيأتي قوم يستبقيهم الله لاستبقاء عنصر الخير ليوجه الناس إلى الخير. ويأتي قسم ثالث وهو الطامة الكبرى في المجتمعات، أن يعم الباطل كل الناس فلا تجد نفسا لوامة ولا تجد إلا نفوسا أمارة، حينئذ يتدخل منهج السماء، لأن البشر لم يستطيعوا أن يقيموا إعوجاج البشر.